بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اخذنا مع بعضينا الفكرة بتاعت ان انا رايت فايل، تمام؟ المرة دي انا عايز ايه؟ عايز يعني اخد التكست من اليوزر بشكل مستمر. فانا هعمل كده سيف از اكزامبل، اخليه اكزامبل 8 عادي جدا. ادي الفايل بتاعي والشغل. انا مش عايز دلوقتي اعمل كده، انا عايز دلوقتي هاخد لاينز كتير من اليوزر واكتبهم كلاينز جوه الفايل بتاعي. فهعرف مثلا وليكن لاينز ده اذا يعني ليست، تمام؟ عرفته ليست، واعمل لوب يقعد يقرا من اليوزر السطر ثم السطر ثم السطر ثم اخد السطور كلها وبعدين مجمعها واعمل ايه؟ واقوم يعني مدخلهم جوه الفايل ذات نفسه يعني، تمام؟ طيب هو بيحب ينقل من السطر، مش تفرق، تمام. هاجي اقوم عامل ايه؟ ادي اللاينز، اقوم جاي قايل له وايل عشان يعمل لوب. الوايل ترو يعني هيلف دائما. هيلف يعمل ايه بقى؟ اللي انا هطلبه منه هعمل فاريبل تاني اسمه لاين. اللاين ده اخليه يعمل بياخد انبوت، يعني يسال اليوزر، هيطلع على الشاشه على اليوزر سؤال، هقول له انتر مثلا انتر تكست لاين اور كلمه مثلا، كلمه مثلا اند فايل تو اكزيت، يعني اكتب تكست لاين، اي تكست لاين انت عايزه، او كلمه اند فايل عشان اخرجك بره الايه، بره الفيج، يبقى انت خلاص خلصت يعني. طيب طبعا لو كان اللاين اللي لسه داخل دلوقتي ده لو كان بيساوي كلمه اند فايل، لو كان بيساوي كلمه اند فايل خلاص المفروض ان هو كده هيكزت يعني. ففي الحاله دي هقول له اعمل ايه؟ اعمل بريك، على اساس ان بريك بتخرج بتوقف اللوب. يبقى لو كان اللي مكتوب جوه النص اند لاين هخرجه بره. طب غير كده يبقى نص انا عايز احتفظ بيه، يبقى نص انا عايز ايه؟ عايز احتفظ بيه. النص اللي عايز احتفظ بيه ده اللي هو ايه؟ اللي هو بالنسبه لنا هدخله جوه الليست، تمام؟ طيب اعمل ده ازاي؟ خلاص السطر اللي فوق ده هيعمل بريك لو حصل اند ايه؟ اند لاين. طب لو ما كانش يبقى اقول له لاينز، لاينز اللي هي الليست اللي فوق دوت ابند. ابند يعني عايز اضيف عليكي اللاين اللي اتكتب، فخلاص بيتضاف كل ابند، طبعا بتزود على اللي موجود يعني، هي ابند هي ابند بس كده. لا انا هزود كمان سكيب سيكونس اخدناها اللي هي سلاش ان، سلاش ان معناها نيو لاين، صح ولا ايه؟ نيو لاين، فمعناها ان انا هابند واعمل نيو لاين عشان لما يجي يكتب سطر جديد، ما هو دلوقتي اخدت من اول نص، واعمل انتر عشان لما يجي يكتب تاني سطر يبقى في السطر التاني، كتب تالت سطر يبقى في السطر التالت، يبقى كل مره بدوس زي انتر في اخر السطر، يعني اخر ما يخلص سطر ادوس انتر انا بشكل اوتوماتيك. وخلاص كده خلصنا من اللوب ده، بياخد من اليوزر، ولو كان اند فايل بيوقف، ما كانش اند فايل بياخده يحطه في الليست ويرجع تاني يساله وهكذا وقت. وبعدين اخش على الفايل بتاعي او هي مكتوبه كانت الفايل بتاعي، هقول له هسميه مثلا ايه؟ اليوزر فايل 1 مثلا، يوزر فايل 1 رايتنج عادي جدا، وانكودنج يو تي اف 8. مش هرايت بقى جوه الايه؟ كلمه بسم الله، لا انا المره دي انا عندي نص اخر خالص انا عايز اكتبه جوه ال، احنا اخدنا رايت، المره دي عايز اكتب رايت لاينز، يعني عايز اكتب مجموعه ايه؟ مجموعه اسطر، رايت لاينز، عايز اكتب سطور مره واحده. فاديني، قال لي اديني اللاينز اتريبل، اي اتريبل سترينج. اتريبل منها طبعا ليست التابل غيره يعني. فهقول له هي بالنسبه لي اللاينز، لان اللاينز دي انا مظبطها ان هي اتريبل فايلز وهيقدر يكتبها على طول بشكل مباشر. وهقول له في الاخر فايل، مش عايز طبعا فايل كريت سكسسفول الكلام ده كله. ممكن اطلع رساله في الاخر بس مش عايز اطبع الفايل، اعمل كلوز عادي جدا. ماشي خليني اخلي الرساله مش هتزعلنا في حاجه. وتعالى بينا نقول بسم الله نجرب الفايل او الكود بتاعنا عشان يبقى ظاهر كله بالكامل. حلو جدا اللي مزعله هنا، ماشي مش فارقه يعني، هنا هو بيزعل هنا من حاجات تنسيقيه يعني مالهاش دعوه. اعمل رن، هو بيرن هنا الاكزامبل دي، انا عايز ارن اللي هو اكزامبل 8، فهو داخل هنا اكزامبل 8. كنا عايزين كمان نحط كولون هنا عشان بس نعمل فرق ما بين اللي بيدخله اليوزر وما بين اللي ما بتشاف، عشان بس
انا واقف اقول له rerun stop rerun، قال لي ماشي انتر ايه، فاقول له مثلا ايه first line مثلا، قال لي عندك مشكلة أول ما عملت فيرست لاين، قال لي ماشي الفايل أهو، الفايل كان اسمه يوزر فايل 1 في اللاين 5، ماشي اللي حصل عندك لاينز دوت أبند، واخدة 2 أرجمنت ومتعودة على أرجمنت واحد. قلت له ماشي احنا آسفين نعملها يعني، نعملها عشان يبقى نص واحد، احنا فعلا عاملين كوما فهو هيختلط مع الأمر، لا احنا عادي جدا هي مش كوما، هي الاثنين هم عبارة عن نص واحد، اكن اليوزر عمل سلاش ان يعني بس انتر يعني. و ارن تاني معلش اكزامبل 8، قلت له مثلا فيرست لاين بس انتر، قال لي ماشي انتر لاين تكست تاني، قلت له مثلا سكند لاين ما فيش مشكله اكتب السطر اللي بعده، قلت له مثلا ثيرد لاين التالت، قال لي اكتب، قلت له خلاص انا اند فايل يعني انا هختار الكلمه اللي هو كاتبها دي عشان اخرج يعني تو اكزيت يعني اند فايل، قال لي خلاص، قال لي فايل كريت سكسسفول وسابني. احنا لسه ما اتعلمناش نقرا اللاينز، لكن انا لو دخلت على يوزر فايل 1 لو جيت بصيت عليه هلاقي ان هو بقى عمل لي على اسطر فيرست لاين سكند لاين ثيرد لاين، والفايل متظبط تمام كما انا ايه كنت محتاجه. يبقى احنا اخدنا ايه ازاي ناخد من اليوزرز الانبوت بتاعتنا وازاي نرايت اللاينز كامله جوه الفايل ونقفل الفايل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.